التجمع السنوي الضخم للمقاومة الإيرانية عقد يوم الجمعة 27 من يونيو حزيران في قاعة فيلبنت الضخمة بباريس في الذكرى السنوية ليوم 20 يونيو حزيران نقطة انطلاق المقاومة الثورية يوم الشهداء والسجناء السياسيين ويوم تأسيس جيش التحرير الوطني الإيراني. حضرت وتكلمت فيه رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي. وفي هذا العام شارك في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية وفود وأبرز سياسيين وحقوقيين ورجال الدول ومشرعين من 69 بلدا من 5 قارات العالم، بينهم 6 رؤساء حكومة و28 وزيرا، يشمل 6 وزراء خارجية سابقين ومرشحين للرئاسة الأمريكية ورؤساء الكونغرس و3 جنرالات ورؤساء سابقين لهيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية وقادة القوات الأمريكية لحماية أشرف. كما بثت في تجمع المقاومة الضخم في باريس رسائل فيديوية لكل من السناتور جون مكين مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2008 والسناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والسناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وإد رويس رئيس لجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي. وقالت مريم رجوي: إننا نمر بلحظة حساسة من تاريخ إيران والشرق الأوسط، نقطة عطف تأثرت من أهم واقع المرحلة الحالية، وهذا الواقع هو المرحلة النهائية لنظام ولاية الفقيه. تفجر غضب الشعب العراقي قد هز هيمنة ولاية الفقيه في العراق، وبدأت مراهنات الملال على مدى 11 عاما في العراق في مهب الريح. الملالي الذين كانوا يريدون التنصل من تجرع كأس السم النووي بدأ الآن سم الهزيمة في العراق ينتشر كل كيانهم. إن العامل الرئيسي والعنصر المسير للأوضاع ليس السجال بين النظام الإيراني وأمريكا أو الصراع بين زمر النظام، بل المعركة الرئيسية كانت ولا تزال وستكون بين الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية من جهة ونظام ولاية الفقيه من جهة أخرى. إن إحداث التغيير في إيران لا محيد عنه، وذلك لا من داخل النظام بل سيحققه الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. والشعب الإيراني يريد تغيير النظام، والمقاومة الإيرانية هي القوة المسيرة لهذا التغيير. إن هذه المقاومة هي اللاعبة الرئيسية في أي تطور جاد وجذري في إيران. هذا وتم افتتاح أعمال تجمع المقاومة الإيرانية الحاشد من قبل السيدتين ليندا تشاوز المديرة السابقة للعلاقات العامة في البيت الأبيض وفرانسيس تاونزاند المستشارة السابقة للأمن القومي للبيت الأبيض. وكان المتكلمون الأوائل كل من السيدة مارتن والتن رئيسة بلدية فيلبند والسيد جيلبير ميتيران نجل الرئيس فرانسوا ميتيران ودانيال ميتيران الراحلين والسيدة ميشيل أليوماري الوزير الأقدم في الحكومات الفرنسية السابقة ورودي جولياني عمدة نيويورك السابق. وقال السيناتور جون مكين مرشح الرئاسة الأمريكية في عام 2008 في رسالة موجهة لمؤتمر باريس: النظام الإيراني بينما يستمر في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين يعتبر بمثابة بؤرة داعية لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها وداعمة للإرهاب الدولي، ونحن بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية لكي نتصدى بشكل شامل لتحدي خلقه النظام الإيراني. علينا أن نعترف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية القيام بضمان وعدته لهؤلاء السكان، وأتعهد بأني لن أقصر عن هذا الواجب حتى يذهب سكان مخيم ليبرتي كلهم وبشكل حر حيثما يشاءون. رودي جولياني عمدة نيويورك السابق يقول إن النواة الرئيسية للمشكلة قابعة في إيران، هذا النظام لابد أن يتغير وسيتغير. وضاف جولياني أن التغيير في إيران أسهل بكثير من التغيير في غيرها من الدول، لأن في إيران هناك بديل موجود لهذا النظام، هناك بديل داع للحرية وداع لحقوق الإنسان وحرية النساء والرجال، وتقودها امرأة مريم رجوي.
السناتور جون ليبرمان مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2000 قال: روحاني المبتسم لم يغير شيئا، روحاني يدعم قتل الشعب السوري وشعوب الدول الأخرى في الشرق الأوسط. إن الذين يتفاوضون مع النظام يغضون الطرف على حقيقة بأنه لا شيء في إيران قد تغير. السيدة مريم رجوي قد رسمت أفقا عاليا لمسار حريتنا وأعطتنا أملا منطقيا بأن هذا النضال من أجل حرية إيران سينتصر. السناتور روبرت منينديز رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال: أود أن أذعن بالدور الحاسم الذي تلعبه قيادة منظمة مجاهدي خلق في الكشف عن أكاذيب نظام طهران. إنني وضحت للمسؤولين في الإدارة الأمريكية بضرورة أن تكون قضية الأمن لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم ليبرتي في أولويتنا، وأنا أعدكم به. وبالرغم مما يجري الآن في المفاوضات في فيينا، يعد النظام الإيراني سببا لزعزعة الأمن في المنطقة بأسرها. السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي هو الآخر قال: لا شك أن القمع والعنف وانتهاك حقوق الإنسان في إيران خاصة ضد النساء والأقليات ما زال مستمرا. إني أشاطركم رأيا في ضرورة ضمان الأمن لسكان ليبرتي، معاقبة المتجاوزين على حقوق السكان، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية في توفير الأمن لسكان ليبرتي. نيوت جينجريتش الرئيس السابق للكونغرس الأمريكي: تابعنا سياسة المساومة الفاشلة على مدى 35 عاما. هناك موضوع أهم من النووي يتمثل في أنه لا أمن لنا طالما لم يحل محل النظام الإيراني حكومة حرة وديمقراطية. وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتيزي قال: إيران المستقبل هي إيران، تصفها مريم رجوي في ورقة عملها بواقع 10 بنود، وعلى المجتمع الدولي أن يدعمها. إن القدرة الكامنة في هذا التجمع تظهر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مستعد للمواجهة والتغلب على تحديات تواجهها إيران، وهذا أمر يغير الظروف في إيران والمنطقة بأسرها. سالي بريشا رئيس الوزراء الألماني السابق قال في كلمة له: قبل كل شيء دعوني أن أقدم تحياتي للسيدة الرئيسة رجوي ولكم أعضاء المقاومة الإيرانية المؤمنة بالديمقراطية، والتي تعتبر أقدم وأقوى معارضة باتت تناضل من أجل الحرية وكرامة شعبها. أتمنى لكم انتصارا مبدئيا يعتبر أمرا حيويا لا لشعبكم وبلدكم فحسب، بل للمنطقة والعالم كلهما.